تطاول الدكتاتور على الدكتور لعله يغطي عجزا معرفيا وقيميا وفشلا مستحكما رافقه طوال مسيرته. المسكين يستقوي بأجهزة الدولة لإهانة من هم أسمى وأرقى من عرشه، يغطي عجزه بالتطاول وفشله بترهيب من لا يخاف وقصر نظره بنفخ أوداجه. ارتمى في أحضان النظام المصري فأفسد العلاقة بالجزائر وليبيا، أراد أن يتقرب من روسيا ليلاعب الأمريكان والأوروبيين فخسر حلفاء تونس التقليديين وكسب تجاهل روسيا. استعدى تركيا فإذا بها الآن محور اهتمام الإمارات والسعودية وفرنسا، فرنسا التي كرست فيه معاني السيادة والرجولة، فقبل كتفي رئيسها عرفانا بما قدمته لنا من حماية لا نبي في قومه، وسيبقى مبعوث العناية الإلهية غريبا في وطنه. أراد لكم أن تكونوا أسيادا ولكنكم فقط تعشقون العبودية. الحرية أيها الرعاع تتحقق فقط بعبادتي والإيمان بجمهوريتي، والمصلحة في أن نخلصكم من الفيروسات والجراثيم حتى ينتعش الوطن. ماذا لو قتلنا منكم 1000 أو 2000؟ وماذا لو سجننا 1 أو 2؟ رضوا أو امتنعوا، سنسير بكم إلى حيث أريد. اصبروا على الهدم، فليس بعد الهدم إلا البناء. سنشيد لكم دولة تباهون بها الدنيا. سنعلم العالم معاني السيادة والرجولة. فقط لماذا لا تزمرون؟ لماذا لا تنخرطون؟ كونوا حشدا مدمرا للخائنين وجيشا حارسا للصادقين. آه لو كان لهذا المتغلب المستأسد على الشعب بدولته ما يعقل وكان لديه ما يعمل لما تقافز عند كل حادثة ليعمل صواريخ جعجعاته، ينفث من حنجرته ما يجعل من تونس أضحوكة لربات الحجال البواكي. فضيحة تاريخية لا خلاص منها إلا بولادة عقل، والعقل يرفض أن يولد في بلد يستولي عليه من إذا خطبه أبناء وطنه قال لهم يا خونة، وإذا تحدث عنه الأجانب أجابه بمن أنتم. آه أيها الولي الفقيه، أيها الأخ القائد، يا ملك ملوك إفريقيا، هل أنت الذي أنجبتنا؟ قال لا لست أنا. قلت هل سيرك الله إلها فوقنا؟ قال حاشا ربنا. قلت هل نحن طلبنا منك أن تحكمنا؟ قال كلا. قلت هل كانت لنا 10 أوطان وفيها وطن مستعمل زاد عن حاجتنا فوهبنا لك هذا الوطن؟ قال لم يحدث ولا أحسب هذا ممكنا. قلت هل أقرضتنا شيئا على أن تخسف الأرض بنا إن لم نسدد ديننا؟ قال كلا. قلت ما دمت إذا لست إلها أو أبا أو حاكما منتخبا أو مالكا أو دائنا، فلماذا لم تزل يا ابن الكذا تركبنا؟ وانتهى الحلم هنا. أيقظتني طرقات فوق بابي، افتح الباب لنا يا ابن الزنا، إن في بيتك حلما خائنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من لقاء خاص. نستضيف في هذا العدد أبو نضال الوزير الأسبق والأستاذ في القانون الدستوري والناشط السياسي الأستاذ عبد الوهاب معطل. الأستاذ مرحبا بك. مرحبا بك وبجميع مشاهديك.